لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاةً وسلامًا إلى يوم الدين، أما بعد. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في باب القناعة والعفاف والاقتصاد، قال: وعن أبي عبد الرحمن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلحفوا في المسألة، فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا له كاره، فيبارك له فيما أعطيته. رواه مسلم. هذا الحديث فيه النهي عن الإلحاح في المسألة، فقوله صلى الله عليه وسلم: لا تلحفوا في المسألة، أي لا تلحوا فيها وتشددون في المطالبة بها، حتى وإن كان الرجل محتاجا فإنه لا يلح إلحاحا شديدا على من يطلبه، لأن هذا قد يوقع المطلوب في الحرج، فقد لا يستطيع أن يدفع، أو قد تكون عنده لوازم أخرى وأمور مالية فلا يدفع، فلا يستطيع الدفع لك، فلا يستطيع الدفع لك، فإذا ألححت عليه في المسألة دفع وهو كاره، فإذا دفع وهو كاره فلا يبارك لك في هذا المال الذي أخذته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلحفوا في المسألة، فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا له كاره، فيبارك له فيما أعطيته، يعني لا يبارك له في هذا المال الذي أخذه إن خرج بالكراهة. قال: وعن أبي عبد الرحمن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7، فقال: ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكنا حديثي عهد ببيعة، فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال: ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك، فعلى ما نبايعك يا رسول الله؟ قال: على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والصلوات الخمس وتطيعوا، وأسر كلمة خفيفة: ولا تسألوا الناس شيئا، فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه. رواه مسلم. هذا الحديث فيه من الفوائد: أولاً أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع الصحابة بيعة عامة، كان يبايعهم بيعة عامة على السمع والطاعة وعلى التوحيد، وقد يكرر البيعة لبعض الصحابة كما كرره لهؤلاء الصحب رضي الله عنهم، فدل هذا على جواز تكرار البيعة لمن يرى السلطان أنه يكرر معهم البيعة لأمر يخصهم وليس للعموم، أن تكرر البيعة للعموم في كل مرة أو في كل عام أو نحو ذلك، فإن هذا لم يرد في الشرع، وإنما الذي ورد أن تكون البيعة مرة واحدة وتكون في عنق المرء حتى يلقى الله سبحانه وتعالى، لأنه من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، وهذه البيعة تكون لأهل الحل والعقد وتلزم الجميع بعد ذلك، تكون لأهل الحل والعقد كالعلماء ومشايخ القبائل والأعيان والوجهاء، وتلزم بعد ذلك البيعة للجميع، ويجوز للسلطان أن يبايع بيعة أخرى ويكرر البيعة لأناس آخرين مرة ثانية وثالثة على حسب ما يرى، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء الصحابة عندما قال لهم، وكانوا حديثي عهد ببيعة، يعني توهم قد بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ألا تبايعون رسول الله؟ قالوا: قد بايعناك. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا تبايعون رسول الله؟ كرر عليهم، فبسطوا أيديهم من أجل مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهذه أعظم بيعة، أن تبايع على أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، على التوحيد، وهذه هي أعظم البيعة، فمن نكث هذا الأمر فإنه يقام عليه حد الردة، إذا نكث بيعة التوحيد أقيم عليه حد الردة، فأول ما يبايع عليه أن يبايع على التوحيد،
فلما بايعهم على التوحيد بايعهم على الصلوات الخمس، فالصلوات الخمس يبايع عليها، وذلك لعظيم شأنها وكبير قدرها عند الله سبحانه وتعالى. فمن نكث عن هذه البيعة أقيم عليه الحد، لأن تارك الصلاة كافر بالله سبحانه وتعالى بالقرآن والسنة وإجماع الصحابة رضي الله عنهم. قال: وتطيعوا، أي على السمع والطاعة لمن ولاه الله الأمر. ولا شك أن البيعة لولي الأمر من أعظم الأمور، وبها تستقيم الولاية ويندرج الناس تحتها، وتقام بذلك الحدود وتؤمن السبل، فلا بد من البيعة لولي الأمر المسلم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع على السمع والطاعة. فهنا في هذا الحديث أولا بايع على التوحيد وعلى الصلوات الخمس وعلى السمع والطاعة، ثم أسر كلمة خفيفة أو خفية وقال لهم: ولا تسألوا الناس شيئا، ولا تسألوا الناس شيئا. بايع هؤلاء النفر من الصحابة السبعة والثمانية والتسعة على أن لا يسألوا الناس شيئا. وإصرار النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء، والله أعلم، أنه صلى الله عليه وسلم لا يريد أن تكون هذه البيعة للجميع فتشق عليهم، ولكنه رأى من هؤلاء الصحب النفر السبعة والتسعة أو الثمانية، رأى فيهم قوة التوكل على الله عز وجل، فبايعهم هذه البيعة العظيمة وخصهم بهذه البيعة الفضيلة، فأسر إليهم: ولا تسألوا الناس شيئا. قال راوي الحديث: فلقد رأيت بعض أولئك عن الذين بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم يسقط صوتهم وهو على راحلته، فلا يقول للآخر أعطني صوتي، وإنما ينزل من راحلته ويأخذها، يأخذ هذا الصوت وفاء بالبيعة التي بايع عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا من كمال التوحيد ومن كمال التوكل على الله عز وجل، أن لا يسأل المرء الناس شيئا أبدا، ولو أن تطلبهم أن يعطيك هذا المنديل الذي أمامك أن يأتي به إليك، لا تسأل شيئا، هذا هو الأكمل والأفضل، ولكن هذا بلا شك لا يقدر عليه كل الناس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم خص به هؤلاء الصحب الكرام وهم التسعة والثمانية الذين بايعهم على ذلك صلى الله عليه وسلم. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه مزعة لحم. متفق عليه. وهذا الحديث يدل على أن طلب المال من الناس من غير حاجة ولا ضرورة من كبائر الذنوب، ليس محرما فقط بل من كبائر الذنوب. ولذلك من يطلب الناس شيئا من غير حاجة ومن غير ضرورة يأتي يوم القيامة مفضوحا، يأتي يوم القيامة مفضوحا ليس في وجهه مزعة لحم، يعرفه الناس أنه كان سؤولا في الدنيا، فيأتي ووجهه ليس فيه مزعة لحم، نسأل الله العافية والسلامة. قال: وعنه يعني ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف عن المسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المنفقة والسفلى هي السائلة. متفق عليه. ومر علينا معنى هذا الحديث، وفسره النبي صلى الله عليه وسلم: اليد العليا هي المنفقة واليد السفلى هي السائلة. ومما يستفاد من هذا الحديث استحباب ذكر أمر الصدقة في الخطب، وذم المسألة، والحث على التعفف، فهذه من المواضيع التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا فعلها على المنبر. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. وهذا الحديث أيضا يبين أن المسألة من غير حاجة ولا ضرورة من كبائر الذنوب العظيمة. في الحديث الأول قال: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه مزعة لحم، أي يأتي يوم القيامة مفضوحة مفضوحة يعرفه الناس ليس في وجهه مزعة لحم. وفي هذا الحديث أنه يسأل جمرة فليستقل أو ليستكثر. أما إذا سأل لحاجة أو لضرورة فإنه يجوز له ذلك، وإن كان الأفضل أن لا يسأل الناس شيئا.
قال: وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه، يعني يخدش بها وجهه، إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. فالمسألة كما قال صلى الله عليه وسلم: كد يكد بها الرجل وجهه، يعني يخدش بها وجهه. فلذلك على المرء ألا يسأل وإن كان محتاجا، يبحث عن عمل، يعمل أي شيء ويسترزق، خير له من السؤال. وإن سأل وهو محتاج فإنه يجوز له ذلك، وإن كان الأفضل عدم السؤال. قال: إلا أن يسأل الرجل سلطانا. فسؤال السلطان ليس فيه منة للسلطان. لماذا؟ لأن السلطان وكيل على المال الذي في بيت المال، فإذا كان الرجل فقيرا أو محتاجا فله حق في بيت مال المسلمين. فإذا طلب السلطان شيئا فإنه لا منة للسلطان عليه، ولذلك استثناه النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه، أي يحتاج إلى السؤال. وليس معنى السلطان أنك تطلب كل أمير وكل مسؤول، فهذا له منة عليك، لأنه لا يعطيك من بيت المال، يعطيك من ماله الخاص. ولكن السؤال إذا كان للسلطان المسؤول عن بيت مال المسلمين وأنت محتاج إلى هذا المال، لا منة له عليك، وإنما هو يعطيك من حقك. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصابته فاقة، يعني أصابته مجاعة وشدة فقر، فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وهذا يفيدنا أن يعلق المرء قلبه بالله، لا تعلق قلبك بالناس، ولا تنزل حاجتك بالناس. الناس قد يردوك قد يمنعوك، وقد يعطوك، وإن أعطوك قد يمنون عليك، ولكن الله سبحانه وتعالى يعطي عطاء سبحانه وتعالى لا ينفد. فلذلك من نزلت به فاقة فلينزلها برب العالمين، ينزلها بالجواد الكريم الذي يستحي أن يرد عبده صفرا إذا رفع يده إليه. لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم إن يسأل يغضب. فاسأل الله الكريم الجواد سبحانه وتعالى. قال: وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تكفل لي أن لا يسأل الناس شيئا وأتكفل له بالجنة. انظر هذا الفضيلة العظيمة لمن تعفف عن السؤال. قال صلى الله عليه وسلم: من تكفل لي أن لا يسأل الناس شيئا وأتكفل له بالجنة. انظر هذه الفضيلة العظيمة، الذي لا يسأل الناس شيئا له الجنة. فقال ثوبان: فقلت أنا، فكان لا يسأل أحدا شيئا. رواه أبو داود بإسناد صحيح. فثوبان رضي الله عنه فاز بهذه الفضيلة، أنه لا يسأل الناس شيئا وتكفل له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، فكان لا يسأل الناس شيئا أبدا، رضي الله عنه وأرضاه. قال: وعن أبي بشر قبيصة بن المخارق رضي الله عنه قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة. الشرع ضيق في مسألة المسألة من أجل أن لا يسأل الناس، وإنما يتوكلون على الله ويعملون بالأسباب. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لقبيصة عندما قال له: قم حتى تأتينا الصدقة فنعطيك، أعطاه هذه الموعظة وذكره بهذه التذكرة، فقال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة، رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. وقبيصة تحمل حمالة كما قال في أول الحديث: تحملت حمالة. والمراد بالحمالة أن يتحمل دينا من أجل مصلحة المسلمين، إما أن يصلح بين الناس
أو نتحمل دينا من أجل مشروع إسلامي أو نحو هذه الأمور التي فيها النفع المتعدي يتحمل حمالة، يعني يتدين دينا من أجل مصلحة المسلمين، فهذا تحل له الصدقة. فقال حلت له المسألة حتى يصيبها، يعني حتى يكتفي ثم يمسك فلا يأخذ زائدا على ما تحمل. فهذا الأول الذي تحمل حمالة. قال ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش. وهذا الثاني الرجل الذي أصابته الجائحة، يعني جاءته مصيبة أو جاءته آفة أكلت ماله، فإن هذا تحل له المسألة حتى يكتفي، فإذا اكتفى فإنه لا يأخذ زائدا عن ذلك. إذن الأول من تحمل حمالة، والثاني من أصابته الجائحة، الثالث قال صلى الله عليه وسلم ورجل أصابته فاقة، يعني أصابته مجاعة وشدة حاجة. قال ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة من قومه، يعني يشهد له ثلاثة من أصحاب العقول من قومه، لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش. فهؤلاء الثلاثة هم الذين تحل لهم المسألة: من تحمل حمالة، ومن أصابته جائحة، ومن صابته فاقة ويشهد له ثلاثة من قومه من ذوي الحجة. ثم قال صلى الله عليه وسلم فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا، رواه مسلم نسأل الله العافية والسلام. ما سوى الثلاثة فإنها من السحت التي يأكلها صاحبها سحت، نسأل الله العافية والسلام. وهذا فيه تحذير شديد من المسألة إلا لمن أصابته هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. آخر حديث ذكره المصنف في هذا الباب قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين الذي يطوف على الناس رده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس، متفق عليه. وهذا الحديث فيه أن أحق الناس بالصدقة والنفقة والإعطاء هو المتعفف، لأن المتعفف لا يفطن له الناس ولا يعلمون عنه، فهو أحق بالصدقة وأحق بالنفقة والإعطاء. أما الذي يسأل الناس فإنه قد يعطى وقد يمنع. قوله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين، هنا نفي، ليس المراد بنفي النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس مسكينا، بل هو مسكين، ولكن المسكين المستحق يعني وأولى من هذا هو المتعفف. قال ليس المسكين الذي يطوف على الناس رده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، يعني قد يعطى وقد يمنع ويجد له عيشا وكفافا بسبب سؤاله. قال وإنما أو ولكن المسكين أي المسكنة الكاملة الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه، وهو المتعفف ولا يقوم فيسأل الناس. فهذا الحديث يدل على أهمية العناية بالمتعففين وإعطائهم والبحث عنهم، فإنهم أولى بالصدقة من السائلين. هذا والله أعلم وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.